السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعداء بلقائكم من جديد في صفحتنا على الفيسبوك التي من خلالها نقدم دروسا عن بعد مباشرة لفائدة تلاميذ القسم الابتدائي. إذن نرحب بالجديد، وبداية إن شاء الله درس اليوم إن شاء الله سيكون كما قلت كما هو مشار هنا العدد والمعدود القسم السادس. إذن درس إن شاء الله يخص تلاميذ القسم السادس، وهو درس مهم جدا يتطلب منا شيئا من التركيز. أعتبر دائما هذا الدرس بمثابة درس في الرياضيات، في الرياضيات، وكأننا نقوم بدرس في الرياضيات. لذلك أطلب من التلاميذ سواء القسم السادس أو حتى القسم الخامس أن ينتبهوا جيدا ويركزوا معنا للشرح، بالإضافة إلى دائما كتابة الملخصات والنماذج والأمثلة التي نكتبها على السبورة. إذا بداية أشكر جميع المتتبعين ديالنا، أطلب منكم تقاسم هذا الفيديو كما قلت دائما لنتقاسم الأجر ويستفيد أكبر عدد ممكن في هذا الظرف الاستثنائي الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء في أقرب الأجل إن شاء الله ونعود لأقصى منه. إذن تقاسم معنا هذا الدرس، الدرس كما قلت خاص بتلاميذ السادس وهو مهم جدا، وأيضا الخامس يمكن لهم أن يشاركوا معنا في هذا الدرس كي يستفيدوا أكثر. إذن هذا الدرس غالبا ما كيتحط في الامتحانات، لذلك كما قلت لكم الأطفال ديالنا أنهم يركزوا مزيان معنا في هذا الدرس. إذن سنقدم الدرس، بعد ذلك بعد الدرس تمرين تطبيقي إن شاء الله، وبعد التمرين التطبيقي إن شاء الله سيكون لنا كما عودناكم أن نقدم تعبئات لأطفالنا المحتاجين والفقراء وفي البوادي الذين يحتاجون إلى هذه التعبئات لنرفع عنهم شيئا ما هذا العيب وهذا الميزة ديال التعبئات. تمنينا أنها تطلق كما نقولوا الانترنت مجانا، خاصة الواتساب وخاصة الفيسبوك أكثر انتشارا، لكن لا للأسف. لذلك الحمد لله تضامن كاين، كان من بعض الأشخاص اللي مدونا بهذه التعبئات كصداقة لهذا التلاميذ. إذا التعبئات غيكون في آخر الحصة، لذلك دائما نقول لكم اللي ما يحتاجش التعبئات بلاش يعمرها، إنما هي مخصصة للتلاميذ ديالنا. التلاميذ ديالنا حتى هما معنيين يعملوها التعبئات، ولكن يعملوها باش يقروا بها، ماشي باش يلعبوا بها ويقصوا بها حتى جوج تعليل ولا حتى وحده تعليل. اذا هذه التعبئات راها صدقه، ولكنها صدقه بشروطها انها تخصص لمتابعه الظروف الدروس فقط. اذا كي لا اطيق دائما اطلب من الاخوه الكرام انهم لنتقاسم هذا الامر، تقاسموا هذا الدرس ليستفيد منه اكبر عدد ممكن. هذا الدرس هو مهم جدا، مهم جدا، ويهم ايضا حتى الكبار. الكبار في الحياه اليوميه ديالنا كنكتبوا بعض الاعداد سواء في الشيكات، غالبا في الشيكات، اذا كثير منا يخطا كتابه هذه الاعداد. اذا الدرس ديالنا هو كيفاش نكتبوا الاعداد بالحروف وما نخطاش. اذا هذا الدرس هذا التلاميذ ابتدائي، ولكن كثير من الاباء وكثير من الاشخاص انهم يخطئوا في كتابه الاعداد. اذا الدرس تاعنا مهم جدا كما يفيد الصغار غادي يفيدنا حتى الكبار، اللي كتقاسموا معنا هذا الفيديو الله يرحم والديك باش نتقاسموا كاع الاجر ويستفيد اكبر عدد ممكن ان شاء الله. اذا قلنا الدرس هو الوحده السادسه بالنسبه للقسم السادس، وهو مهم جدا لانه يتعطى في امتحانات غالبا، سؤال في امتحانات عليه غالبا نقطه. اذا وكاين درس ايضا تاع التمييز في تمييز العدد بالنسبه للقسم الخامس، يمكن لهم انهم يستافدوا كون انهم كتكون التوطئه كتكون عندهم واحد لاباس من يطلعوا السادس، وحتى هما غادي يفيدهم مزيان. كما يفيد انهم الكبار انهم يتعلموا حتى هما يكتبوا ويحرروا الشيكات ويتعلموا يكتبوا الاعداد. كثير من الاخوه فيها اذا الدرس تاعنا هو كيف نكتبوا الاعداد بالحروف بدايه. كيف نكتبوا معايا وركزوا معايا ونطلبوا الاطفال ديالي يكتبوا هذه الملخصات باش يستغلوا على الانترنت. اذا كتبوا هذه الملخصات فهي مهمه باش ترجعوها في الدفتر، ما ترجعوهاش دائما كنقول لكم ما ترجعوهاش في الانترنت في الفيسبوك ولا الانترنت ولا اليوتيوب ولا، فهو مكلف بالاضافه الى انه متعب. اذا
كيف قلنا العدد درست عنه هو العدد والمعدود، العدد والمعدود كيفاش نكتبوا العدد؟ اذا تبعوا معايا مزيان غادي نقسموها الى كما نقولوا العدد من 3 الى 9 والعدد 10 والعدد المركب. تبعوا معايا مزيان غادي تفهموا شويه بشويه، ولكن طلب منا شويه ديال التركيز. تبعوا معايا بدايه كي نكتبوا العدد من 3 ل 9، من 3 ل 9 ما قلتش 10، غادي نشوفوا علاش. من 3 ل 9، من 3 ل 9 دائما الاعداد من 3 ل 9 فهي تخالف المعدود. المعدود هو اللي يجي مور العدد، كتخالفوا فاش؟ في التذكير والتحنيث. اذا الدرس ديالنا شنو هو؟ لاحظوا جيدا، عندنا المثال. تبعوا معايا المثال، حضر 4 طلاب. الدرس ديالنا هو كلشي على يتمحور هاد الأربعة، واش نكتبها بالطا مربوطة مؤنثة ولا نكتبوها أربع مذكر؟ هذا هو الدرس ديالنا. إذا هذا العالم واش نكتبوه مذكر ولا مؤنث؟ تبعوا معايا، علاش كتبناه هنا؟ لاحظوا جيدا، من 3 ل 9، شنو قلنا؟ من 3 ل 9 فإن العدد يخالف المعدود، العدد يخالف المعدود، المعدود اللي يجي من بعد العدد. هنا كتبناها أربعة، علاش؟ لماذا؟ لأن طلاب فهي مذكر، طلاب تبعوا معايا، رد طلاب فهي جمع، أنا ما غاديش نعرفها أننا خلال الطلاب في الجزء صيغتها هذا الجمع، ما غاديش نعرفها واش مذكر ولا مؤنث، خصنا نردها المفرد، ردها المفرد وركزوا معايا مزيان، شنو هي المفرد؟ طالب. إذا طالب فهي ماذا؟ مذكر. مذكر. عندنا هذه المذكر، هذه كي جاتنا مؤنث. علاش؟ لأن عندنا أربعة، ثلاثة تسعة، العدد يخالف المعدود. هذه قاعدة. كي يكون عندنا الواحد عدد من ثلاثة مفرد من ثلاثة لتسعة، يخالف لنا المعدود. قبل ما نكتبو نوقف. نوقف شنو نشوف؟ المعدود واش مفرد لا نعم واش مذكر ولا مؤنث؟ جبرتو كيما هنا عندنا مذكر غادي تكون مؤنث، نديرها الضمة مربوطة. كانت هذه مؤنث هذه تجي مذكر، إذا العدد يخالف المعدود من 3 إلى 9، وما درناش 10 غادي نشوف 10 لحقاش فيها جوج حالات. إذا عندنا حضر 4 طلاب، 4 تعرب حسب الموقع ديالها من الجملة، إذا الدرس ديالنا ماشي لعام وإلا الدرس ديالنا في الصرف والتحويل، واش نكتبوها مذكر ولا مؤنث؟ هنا كتبناها مؤنث، علاش؟ لأن طلاب جاءت مذكر والعدد 4 من 3 ل 9 ضمن هذه المجال تاع 3 ل 9، إذا يخالف المعدود، نكتبو هذا مذكر، هذه نديرها مؤنث، كملنا هذه. نمشيو للعدد 10، تبع معايا، نمشيو للعدد 10، 10 في جوج حالات. فين إذا كان مفردا ويخالف المعدود، إذا كان مفرد بوحدو 10 نولي من نصه بحالو بحال، نولي من 3 ماشي من 3 ل 9، من 3 ل 10، من 3 ل 10 بحالو بحال من 3 ل 9، إذا كان مفردا فهو يخالف المعدود، أما إذا كان مركبا فهو يوافق المعدود. ما نعني ماشي كيعني مركب، نعني مركب من كيجي لنا 10 مع الاعداد 11 12 13 14 15 16 حتى 19. حنا 11 و 12 ما غاديش نديروها، 11 عندها حالات اخرى خليوها مستويات اخرى. حتى هنا اذا غادي نديرو من 13 حتى 19، من 13 حتى 19، 11 و 12 خليها عليا، نمشيو 13 حتى 19. هنا في الاعداد المركبه من 13 ل 19 العشره كتوافق المعلوم. غادي نشوفوا المثال، تبعوا معايا. حضر نفس المثال، حضر 14 طالبا، لاحظوا دائما طالب فهي دائما مذكر، مذكر. نمشي للأربعة فهي مؤنث، دائما هذه مؤنث. إذا الجزء الأول يخالف المعدود، هذه مذكر هذه مؤنث، لكن العشرة فهي توافق المعدود، توافق المعدود، المعدود توافق المعدود. ما معنى توافق المعدود؟ هذه مذكر جاتنا هذه مذكر مذكر. إذا العشرة إذا كانت معزولة بوحدها فهي تمشي لها الخانة، تولي العكس تاع المعدود.
تمام تخالف المعنى. اما هي كانت في الاعداد المركبه كما قلنا من 13 حتى او من 11 حتى 19 ومن 13 حتى 19 توافق هذه العشره فهي توافق المعدوم مذكر مذكر. اما اربعه فهي تخالف المعدوم. في الاعداد المركبه هي هذه الاعداد اللي نرجعوا لها الاعداد المركبه من 13 19 او من 11 19 11 19 قلنا نخليوها علينا نمشيو 13 و19 تخالف المعدوده في جزئيه الاول وتتابعه العشره. تخالف المعدوده في جزئيه الاول تخالفه مذكر مؤنث وعندنا وشنو العشره كتوافق. اذا العشره عندنا جوج حالات اذا كانت مفرده فهي تخالف المعدوده ردوها في المثال الاول 3 9 لان مطلقه العشره. اما اذا كانت العشره فهي مركبه فهي توافق المعدوم هي واحد الملاحظه مهمه جدا حتى ديك الشين ديال العشره عندها قاعده مره كنديروا 10 ومره كنديروا 10 هي هذا الشين هذه اذا كان المعدود مذكر نفتحوها وحده راسي اذا داكشي علاش تطلبوا منا هاد الدرس هذا شويه ديال التركيز اذا كان هذا مذكر نفتحوها اذا كان المعدود مؤنث ندير لها السكون سكون غادي نشوفوا امثله اخرى. اذا طلبوا من الاطفال ديالنا انهم يكتبوا لنا هذا الملخص حيت عندنا الصفوره صغيره غادي نعطيو امثله اخرى ديال الاعداد المركبه في نماذج امثله اخرى. اذا عندنا كنراجعوا من 3 ل 9 دائما العدد يخالف المعدود 10 جوج حالات كانت مفرده فهي تخالف المعدود اذا كانت الاعداد المركبه فهي توافق المعدود. الاعداد المركبه الجزء الاول يخالف المعدود والعشرة توافق المعدود. دائما دائما نمشي نشوف المعدود واش انه مذكر ولا مؤنث. اذا كان في صيغه الجمع ردوا المفرد باش يسهل عليا واش نعرف واش مذكر ولا مؤنث. الشين مفتوحه مع المعدود مذكر وساكنه مع المعدود مؤنث. اذا نطلب الاطفال ديالنا انهم يكتبوا هذا الملخص دائما. ودائما كنقول لكم اننا اللي ما استطعش انه يسيرنا يمكن له يرجع للفيسبوك ديالنا الصفحه ديالنا غادي يبقى من الدرس دائما غادي يبقى على الصفحه ديالنا غادي نرفعو على اليوتيوب. اذا ولكن انا كنصحكم بكتابته وما تعاودوش ترجعوا كاع الفيسبوك ولا الانترنت. الناس مكلف وغادي يضيع لك الوقت وعينيك وظهرك وكذا وكذا وبالاضافه له مكلف جدا. اذا كتبوا في الدفتر وراجعوا في الدفتر وهذا الدرس كما قلت لكم هو مهم جدا يتطلب شيئا من التركيز اذا دائما عندنا من 3 ل 9 عندنا 10 في جوج حالات وعندنا الاعداد المركبه كي كنقول الاعداد المركبه فهي من 11 الى 19 الجزء الاول يخالف المعدود والجزء الثاني هي 10 توافق المعدود. اذا غير بشويه بشويه الى ما بشويه نعاود الدرس نعاود نراجع غادي نقبل كما نقولوا التقنيه القاعده. اذا نمشي مباشره دائما الاعداد المركبه اذا كما قلت لكم اللي ما خدش سيرنا يرجع لنا من بعد هذه الصفحه ومن بعد يكتبوا في الدفتر ديالو وكانه في القسم باش يرجع له من بعد كيبغي يرجع له. عندنا الامثله ديالنا غادي نديروا التهاري ان شاء الله قسموا معنا الله يرحم والدين هذا الفجر هذا الدرس هذا باش يستافدوا اكثر عدد فهو مهم جدا لان القسم السادس عنده امتحان في اخر السنه وهو مطالب بإجابة ديال هذه الاسئله. اذا نمشي مباشره كما قلت لكم الاعداد المركبه عطيو مثال نعم غادي نمشيو مثال تبعو معايا مثال نكتبو لكم الاعداد المركبه اولا. اذا الاعداد المركبه يعني كما قلت لكم الاعداد المركبه نديرو 13 حتى 19 هي من 11 ل 19 ولكن نديرو حنا 13 ل 19 اللي يهمنا حنا نديرو غير اللي يهمنا. اذا نمشيو للمثال مباشره دخل مثلا دخل نعم مثال تبعو معايا مزيان ندوب من الامثله مثال دخل دخل 13 تلميذا تبعوا معنا كنشوفوا علاش كنا ثلاثة ما كتبناش ثلاثة لاحظوا جيدا
يمشي مباشره هذا المعدود تلميذا فهو مفرد هو تلميذ فهو مذكر هذه جنة تخالف فهي جنة مؤنث تخالف معرفة هي مؤنث عندها حتى مربوطة هي هذه مذكر هذه مؤنث أما العشرة في العدد المركبة فهي توافق ماذا؟ العشرة توافق المعدود توافقه توافق المعدود هذه مذكر جنة هذه مذكر مذكر ما عندهاش مربوطة تبقى لنا غير الشيء هذا مذكر نديرو هي مفتوحة إذا داك الشيء علاش كنقول لكم نركزوا غير بشوية وأننا كنا نديرو الرياضيات تبعوا معايا مثال آخر شحال ما كثرنا الأمثلة يسهل علينا الفهم ونفهمو مزيان إذا نجحت لاحظة جيدة نجحت إذا نجحت 14 طالبة دائما نمشي مباشرة عندنا عدد مركب 14 لاحظوا عندنا هنايا طالبة هي مؤنث نمشيو الجزء الأول اللي هو هذا 4 يولي لنا مذكر ونمشيو لنا 10 فهي توافق دائما توافق المعدودة توافقه وتكون عندنا مؤنث مؤنث ما معنى مؤنث هاي الدار مربوطة هاي نمشيو للشيء مباشرة هذه مؤنث نديروها السكون إذا راح كنبنيو هذا العدد يمشي بشوية حتى يخرج لنا العدد الكتابة السليمة الصحيحة نجحت أربعة علاش أربعة مذكر لأنها مؤنث المعدود مؤنث عشرة علاش عشرة هذه مؤنث فعشرة عندما تكون في العدد مركب توافق المعدود ها هي والسكون على شيء السكون عندنا لأنها مؤنث نقول نجحت أربعة عشرة طالبة إذا هنجم جاء مهمة جدا المثال الأول دخل 13 تلميذا المثال الثاني نجحت 14 طالبة إذا دائما في الأعداد المركبة الجزء الأول يخالف المعدود والجزء العشرة يوافق المعدود الشيء إذا كان مذكرا المعدود نفتحها تكون مفتوحة وإذا كانت مؤنثة تكون ساكنة اكتبوا لنا هذا المثال الله يرحم الوالدين إذا دائما كما قلت لكم بعد هذا غادي نمشيو الآن مباشرة نمشيو ألفاظ العقود إذا شفنا من 3 ل 9 دائما قلت لكم كتبوا ملخصات ما قدرتش من بعد نرجع كتب دائما خصك تكتب باش ترجع للامثله مهمه جدا تسهل لنا الفهم اذا شفنا العدد من 3 ل 9 شفنا العدد 10 ومشينا للعدد المركب من 3 ل 9 العدد 10 في حالتين والعدد المركب كاين من 11 ل 19 حنا اللي يهمنا من 13 ل 19 من 13 ل 19 كيف نكتب الجزء الاول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافق العدود الجزء الثاني هو ال 10 اذا دائما نمشيو قبل ما نكتبوا العدد نمشيو للمعدود واذا كان في الجمع نربطوه للمفرد باش نعرفوا واش مذكر ولا مؤنث كي نعرفوا مذكر ولا مؤنث نمشيو للجزء الاول في الاعداد المركبه يكون مخالف اذا كان مذكر يكون مؤنث اذا كان مؤنث يكون مذكر اما 10 فهي توافق المعدود نعم اذا نمشيو مباشره ايضا الفاظ العقود اذا تقاسم معنا هذا وتصلح الله اذا تعم الفائده ان شاء الله فالدرس دائما هنا مهم ومستوى السادس والخامس والسادس عنده امتحان وغالبا كثير منا يخطئ في كتابة العدد بالحروف إذا ألفاظ العقود نشوف ألفاظ العقود تبعوا معايا ألفاظ شنو كنعنيو بها بعدا ألفاظ العقود سهل ألفاظ العقود شنو هي هي 20 30 40 50 60 70 80 حتى 90 من 20 حتى 90 هذه ألفاظ العقود نعطيو امثله تبع معايا ألفاظ العقود ما نشوفولهاش كاع واش نشوفو شنو المعدود واش مذكر ولا مؤنث ما نشوفول والو فهمنا تبقى ثابته ولكن الاعراب ديالها كيختلف غادي نعطي امثله باش لينا ساهل تبع معايا نعم أمثلة مثال شوف معايا أمثلة
جاء دائما الامتداد بسيطة. جاء هذه جمل فعلية فعل ماض. جاء لاحظ جيدا طالبا التقيت إذا مر على 20 كيجينا العدد تمييزه مفرد منصوب طالبا و مررت مررت ب طالب تبدا معايا نمشي بسرعه الان. اذا لاحظ جيدا هذا بسيط جدا العدد 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70 ولا 80 ولا 90 فهي تلحق بجمع المذكر السالم. ما معنى تلحق بجمع المذكر السالم؟ لاحظ فهي جمل فعليه. جاء فعل ماض 20 فاعل وهو يلحق بجمع المذكر السالم يرفع بالواو ممكن 20 طالبا تمييز التقيت ها هو فعل ماض مبني على السكون الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل فعل وفاعل ومفعول به مفعول به المفعول به كي يكون منصوب دائما المفعول به عفوا منصوب هنا جمع المذكر السالم منصوب بماذا بالياء اذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. اقول جاء 20 طالبا التقيت 20 طالبا مفعول به منصوب ومررت هيا دائما فعل ماض من السكون والتفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل الباء حرف جر 20 اسم مجرور بماذا بالياء لانه جمع مذكر سالم. اذا العدد 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 في حاله رفعه نرفعه بالواو 20 في حالة نصبه أو جره ينصب ويجر بالياء. جاء 20 طالبا التقيت 20 طالبا مررت ب 20 طالبا. إذا نكتبوا الألفاظ ديالها الألفاظ معقول هذه. إذا ما عندوش علاقة بالمعدود عندهم الحركات الإعرابية فقط إن كان جاء مرفوعا رفعناه بالواو أو منصوبا أو مجرورا فينصب ويجر بالياء. نعم نمشيو مباشرة نسرعو شوية نتوما الأطفال ديالنا اللي مقدوش يسيرونا أنهم يرجعوا من بعد الدرس ديالنا ويشتري بشوية عليهم ويكتبوا النماذج وكأنهم في القسم يكتبوا النماذج وبخط سليم ويتهلاو الفترة ديالهم باش يسهلهم أنهم يرجعوا للدرس من بعد إن شاء الله. إذا هذه ألفاظ العرب مزيان من 20 ل 90 إذا ما عندناش مشكل حسب الموقع ديالها من الجهود الجملة كذلك نمشيو الألف المئة والألف نمشيو مباشرة المئة والألف المئة والألف تبعوا معايا نعم المئة والألف نعم لا يتغير لفظها عندنا أمثلة نعم العدد مئة والألف لاحظوا العدد مئة وألف ومضاعفاته نعطي أمثلة مباشرة أمثلة مثلا جاء مئة زائر مضاف إليه تمييز مئة زائر أيضا في الحديقة ماذا؟ ألف كتغيرش عندناش مشكل فيها ألف دائما زائرين مكاش مشكل إذا حتى
حتى المليون حتى نعم اذا 100 و 1000 مليون كيف كيف. اذا عندنا جاء 100 زائر في الحديقه 1000 زائر ما كتغيرش، اذا ما عندناش مشكل. اذا غادي ندير واحد المراجعه خفيفه تاع المشكل فين كاين بين 3 و 9 وكاين في 10 وكاين في الاعداد المركبه. هنا اللي كنحكي راسي بالنسبه للاعداد المركبه اللي تقريبا اللي نشوفوا في الاعداد من 19 من 13 ل 19 غادي نشوفوه ايضا في الاعداد المعطوفه على ماذا؟ على الفاظ العقود مثلا 25 حتى هي تقريبا الاول الجزء الاول يخالف المعدود والثاني يكون معطوفا على العدد. نعم اذا نمشيو ايضا تبعوا معايا نعطيكم واحد المثال بسيط بسرعه. بقى لنا حاله واحده اللي هي خلينا نعرف شنو كثر غادي نديرها لكم باش تضبطوا كل شيء الامور تبعوا معنا. الاعداد المعطوفه على الفاظ العقود لاحظوا معايا الاعداد المعطوفه على اعداد الفاظ عفوا الفاظ العقود. وقلنا العقود الفاظ العقود على الفاظ العقود هي 20 30 40 50 60. اذا نعطيك مثال مباشره مثال تبع معايا مثال بسرعه. اقول مثلا لاحظوا مباشره اربعه طالبا نقول هكذا. مهم انكم تكتبوا الامثله راه بها كتفهموا. تبعوا معايا اذا هنا 34 ماذا طالبا دائما طالبا مذكر الجزء الاول يخالف المعدود فهو مؤنث. هذا مؤنث هاي التمرد ها مؤنث. الواو حرف عطف هذه الفاظ ديال العقود 30 رفعناها باش بالواو لماذا؟ لان اللي قبلها معطوف عليها كانت عندنا مرفوعه. اذا هنا دائما طالب مذكر الجزء الاول يكون مؤنث. الواو هذا حرف عطف هذه هنايا معطوفه مرفوعه علاش؟ لان اللي قبل المعطوف عليه كاين مرفوع. لاحظوا جيدا نمشي مباشره للجمله الثانيه. هنا طالبه فهي مؤنث دائما ركزوا مزيان مؤنث الجزء الاول كيكون مذكر يخالف اربعه الضمن ما بين ثلاثه حتى تسعه تخالف المعدود. الواو حرف عطف هذه حتى هي مرفوعه لماذا؟ بالواو ها هي لانه يلحق بالعقود تلحق العرب ويلحق بجمع المذكر السالم. اذا تقريبا شلنا كاع تقريبا الحالات. اذا هذا الاعداد المعطوفه على الفاظ العقود الجزء الاول يخالف المعدود والالفاظ ديال العقود تكون معطوفه على اللي قبلها. اذا كانت مرفوعه تفعل الواو، اذا كانت مجروره ولا منصوبه تنصب وتجر بيليا. اذا دائما اول حاجه خصني نشوف المعدود واش مذكر ولا مؤنث ونشوف العدد. كان موفر ما بين 3 و 9 يخالفه، كان 10 مفرده تخالفه، كانت 10 مركب توافقه، كانت الاعداد المركبه الجزء الاول يخالف والعشره توافق. نعم اما الفاظ العقود حسب الاعراب ديالها في الجمله يا اما مرفوعه يا اما منصوبه ومجروره بالياء مرفوعه بالوا بالوا. نعم اذا نمشي مباشره ايضا الان نمشي تمارين تطبيقي ان شاء الله نمشيو تمارين تطبيقي. اذا الاطفال ديالنا نطلبهم انهم دائما يكتبوا هذا المنقص. انتم منكم ايضا نطلبنا لكم انكم تساعدونا انكم تعاونونا في هذا الخير. هذا راه كل شيء شنو باغيين نبغيو غير اجر من هذا الشيء. راه كل شيء تطوع
نضموا بيناتنا نساعدوا بيناتنا حتى نتوما تقاسموا هذه الدرس هذا اللي تعلموا الفائده. الاطفال ديالنا راه محرومين، راه كاين بعض الاداب راه ما كيقاريينش، راه مشكل. اذا عاونوهم وساعدوهم، راه ماشي كلشي عند الاب ديالو ولا الام ديالو قاريه، راه كاين مسكين محتاج هاد الدروس هادي. اذا تقاسموها حتى نتوما ما تهبط بخير والو، ما خسرت والو، انك بالعصر غتدي الاجر ان شاء الله. اذا التمرين التطبيقي وهذا بالنسبة لهذا الدرس راه مهم جدا كيكون في الامتحان، تمرين تطبيقي تطبيقي عفوا تمرين تطبيقي. نحاول نسرع، راه حتى السرعة خصنا نسرعو باش مثلا نسرع عندنا الحمد لله المشكل تاع التعليقات. تمرين تطبيقي عندنا أمثلة مباشرة، إذا اكتبي الأعداد بالحروف، اكتبي لاحظوا اكتبي الأعداد بالحروف. طول الدرس هنا هذه الدرس هذه من الكبار وهي من الصغار، بالحروف لاحظوا في الساعة أنا غادي نعطيهم لكم بالأرقام وانتم غادي تردوا هنا بالحروف في الساحة تلميذا تمييز منصوب مفرد. إذن شو مطلوب منكم هاد 45 هذي تكتبوها بالحروف في الخمي في القسم تلميذا نعم من الصغر التقيت في السنة فصول مضاف إليه إذن واحد معايا شوفوا نطلبنا هذا الأعداد هذه 45 5 15 20 4 تردوا هنا من كتابة الحروف أول حاجة شنو خصني ندير واش خصني ندير أول حاجة ملاحظة نمشي مباشرة للمعدل جبدوا في الجمع ردوا في المفرد علاش غادي نردوا هذه العملية ديالها باش نعرفوا شنو نتكلموا عنها نمشي من بعد هذه المرحلة هذه نشوف هذا العدد واش ينتمي للخانة من 3 ل 9 واش العدد 10 واش الأعداد مركبة واش ولا ألفاظ العقول ولا المئة والألف. إذا المرحلة الأولى شوف المعدود كي داير تردوا المفرد باش تعرفوا شنو تفكر منك، تمشي للمرحلة الثانية تشوف هذا العدد أنه واش من 3 ل 9 أو 10 أو عدد مركب أو من ألف هذا العقود أو المئة. إذا خليكم بعد دقائق إن شاء الله ونصحوا جماعة. إذا نطلبوا من الآباء أنهم يساعدوا وليداتهم أنهم يوقفوا معهم في هذا الدرس، يقصوا يكتبوا هذا الدرس هذا إن شاء الله. إذا وتقاسموا معنا هذا الفيديو رحمكم الله، بعد هذا التمرين إن شاء الله غادي يكون عندنا الرشاش ان شاء الله. اذا الرشاش هادو سبقات في البدايه بديت انا الحمد لله جات واحد الام عطاتنا التعليقات 5، من بعد جا واحد الاخ ديالنا من مدينه بركان دكتور من بعد مدينه بركان حتى هو تصدق ب 15 التعليق ديال 10 دراهم وحنا غاديين هكا. هادو صدقات بالنسبه للاطفال ديالنا، صدقات لماذا؟ الاطفال ديالنا راهم يعانيو، راه 10 درهم ما كيدوش فيه والو، ولكن تشوفوا الاطفال ديالنا كنقول لهم ودي خليها القرايه، راه باباتكم الله يرحم باباتكم راهم يعانيو مع هاد التعبيات، راه للاسف تمنينا انه يكون الجمال
نخدموا على خاطرنا راه فيديو واحد راه يقدر يكون لكم عرفت شحال تاع التعبئه. اذا حتى نتوما الاطفال اذا عطيناكم هذه التعبئه هذه فهي صدقه باش تقراو بها ما تلعبش بها الله يرحم الوالدين. اذا وهادو شويه كما نقولوا 10 درهم راه والو بالنسبه لبعض الناس، ولكن بعض الاطفال راه شي حاجه كبيره، بعض الاباء راه شي حاجه كبيره باش ولدو يقدر يقرا. راه كاين اطفال محرومين من الدراسه على الوالد، فماشي كلشي الاطفال كيف كيف، راه الطفل باغي يقرا ولكن مسكين اللي حسن عمره. كاين تأكل مشكل ديال التعبئة، كاين مشكل ديال الاباء، انه راه مشكل انك تسمع الولد ديالك وتقراه، راه انت مزيان تقراه ويعدلك، راه ماشي ساهل، التعليم راه صعيب، التعليم صعيب بزاف. والدراسة عنده زيد المشكل ديال انه دار العينين ودار الدار، وزيد المشكل ديال ان بعض الامهات والاباء راهم مقاريينش. اذا حنا راحنا حول ما يمكن هاد الدروس هادي نستهدفو بها كلشي، اللي يعرف يقرا واللي ما يعرفش يقرا واللي مبعضع كاع باش نعاونوه. انا حول ما امكن نبسط باش اننا حتى الا كان والديه ما قاريينش هذاك التلميذ بوحدو يقدر يفهم لنا هذا الدرس هذا بحال هاد الدروس هادو. اذا حتى نتوما عاونونا الله يرحم الوالدين، بغينا الاطفال كاملين، بغينا الانصاف. شنو هو الانصاف؟ الانصاف اننا نحاول ما امكن ان جميع الاطفال ديالنا ننصفوهم ونوصلوا اليهم، نوصلوهم في الظرف الصعيب وحتى هو يقرا وحتى هو يفرح حتى هو يواكبنا ان شاء الله. حنا غالبا ما امكن غادي نحاولوا نديروا، نتمنى انه تكون في الساعه نرجعوا الاقسام ديالنا وغادي نديروا واحد دروس كما نقولوا مكثفه، وان شاء الله باش كل شيء ان شاء الله يستافد حتى واحد ما يتحاول ان شاء الله. اذا نشكر هذه المناسبه جميع اللي تصدقوا بهذه التعبئات. اذا نشكركم حتى نتوما كتبعين كتعاونونا الشغل ديالكم التعليقات ديالكم تحفزونا باش اننا نزيدوا نجتهدوا. اذا نمشيو مباشره الجوال، نعم معايا مزيان. اذا غادي نمشيو غير بشويه بشويه، علاش بشويه بشويه؟ حتى انا نقدر نغلط، الا سرعت ولا تغلط. ماشي بين البلاصه. اذا حول ما يمكن دائما تلميذا كتجي من صغر، نعم كتجي من صغر ما بين 11 و 90 نعم 99 من صغر من صغر. اذا تبعوا معايا، اذا عندنا 45 واحد. اول حاجه شنو السن ديال الشخصيه ديال شوف هذا المعدود تلميذا، تلميذ مذكر، تلميذ مذكر الجزء الاول كيجي مؤنث، نعم. اذا في الساحه خمسه زين الواو حرفات واربعون، خمسه واربعون تلميذ، تلميذ خمسه واربعون في تلميذ حسب تبعوا معايا خمسة. علاش درناها مؤنثة؟ علاش؟ لأن هذه مذكرة، هذه مذكرة، هذه مؤنثة، كملنا مهمة، هذه معطوفة على ألفاظ العقود، هذه هو كتعطف على هذا أربعون من ألفاظ العقود كنعطفوا على هذه، مرفوعة بماذا؟ مرفوعة بوا من وا. إذا في الساحة 45 تلميذا، في الخومي، خومي المكان ديال فين كي ينعس الدجاج، في الخومي واحدة. دجاجات، دجاجات من جمع ردة واحدة، دجاجات مؤنث، إذا مؤنث خمسة كتندرج ما بين ثلاثة وتسعة، إذا تخالفوا المعدول، عندنا دجاجات يعني المفرد تاعها دجاجات يعني هذه فهي مؤنث، ها هي مؤنث، هذا خصو يجينا مذكر، مذكر، خمس دجاجات، في الخومي خمس دجاجات، علاش؟ لأن هذه جينا مذكر، هذا مؤنث، هذه مذكر تخالف المعدود لأنها تندرج ما بين ثلاثة وتسعة. نمشيو دائما هاد 15 هذه، هنا أعداد 15 هو يندرج الأعداد مركب، فهو عدد مركب، مركب، تلميذة مذكر، يا تلميذة مذكر. دائما نحلي راسي، إذا مذكر واحد جيدا فهي مذكر، مذكر، إذا في القسم عفوا خمسة
عشرة تلميذا. مش غير شوية، راه إذا زرت نخلط تلميذا فهو مذكر، الجزء الأول هذا عدد مركب، الجزء الأول مؤنث، خمسة زين عشرة، علاش درنا عشرة؟ الجزء الثاني عشرة تكون الأعداد المركبة توافق المعدوم، توافق المعدوم، هذا مذكر هذا مذكر، هذا الأول يخالف المعدوم، جاتنا هنا مؤنث، خمسة عشرة، خمسة عشرة درنا لها هنايا أيضا الشين، دائما عندنا هذا شا درناها فتحة، علاش درناها فتحة؟ ها لأن هذا عفوا مذكر، هذا فهو مذكر، تلميذ فهو مذكر، هاي مذكر مذكر. نمشيو هاد العشرينات، عشرين تنتمي إلى ألفاظ العقول حسب الموقع ديالها الجملة، هاي فعل ما بنع السكون، فاعل عندنا مفعول به، تنصب هو أو ينصب مفعول به يجي منصوب. إذا عشرين عشرين لأن ألفاظ العقول تلحق بجمع المذكر السالم وتجربات منصوب بالياء، إذا عندنا مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم رجلا تمييز تمييز. إذا بقى لنا آخر جملة هالأربعة منتمي إلى ثلاثة تسعة، إذا تخالف المعدود فصول فهي جمع مذكر، مفردها هاي مفرد فهي فصل وهو مذكر مذكر. إذا هذه الأربعة فهي نعم هذه مذكر، هذه جينا مؤنث مؤنث، هذه جينا مؤنث، علاش؟ لأن المعدود مذكر وتنتمي من ثلاثة تسعة، إذا هذا مذكر، هذا جينا مؤنث مؤنث في سنة أربعة فصول فصولين. إذا كما قلت لكم مطلوب منا الجواب على هذا التمرين شيء من التركيز، وخصنا حتى الأمثلة والتغذية نكونوا هاضمين. ما معنى هاضمين؟ أننا نكون درناه وعاودناه وعاودناه باش القواعد تثبت لنا ونزلوا التمارين، وان شاء الله توفقوا في الاجابات ديالكم، وعندكم ضروع بالنسبه للساس عندكم تمارين في الكتاب المدرسي نزلوها غير بشويه بشويه ان شاء الله وغتوفقوا. اذا نتمنى انني كنت وفقت، انني حققت شيء من نسبه من الاهداف ديالنا اللي هي نتعلموا كيفاش نكتبوا العادات العادات. اذا خلاصه عندنا من 3 إلى 9 تخالف المعدود، العشرة إذا كانت مفردة تخالفه، إذا كانت في أعداد مركبة فهي توافق المعدود، المعدود إذا كان في الجمع الضف المفرد باش نعرفوا واش مذكر ولا مؤنث مؤنث، في الأعداد المركبة كما قلت لكم الجزء الأول يخالف المعدود والجزء العشرة توافق المعدود، العشرين والثلاثين ألفاظ العقول حسب الموقع ديالها من الجملة ترفع من الواو وتجر وتنصب بالياء الياء المئة والالف ما غادي يتغير والو ان شاء الله. وبالنسبه للالفاظ المعطوفه على الفاظ العقول، الجزء الاول كان يخالف المعدود والفاظ العقول فهي تتعطف لنا على الاعداد على الاعداد. اذا ان شاء الله اذا تكتبوا هذه الاجابات، هذه نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الاجابه ديالكم. اذا واللي ما استطاعش انه كما قلت لكم يسيرنا يعاود من بعد يخليوه في الفيسبوك ومن بعد يرفعوه في اليوتيوب، بصح انا اللي كنصحكم انهم كتبوه في الدفتر وعاودوا له في الدفتر وتستغناو على الفيسبوك وتستغناو على هذا الانترنت كاع اللي راه دايرنا مشاكل. اذا الدرس ديالنا ان شاء الله هذا هو هذا، نمر مباشره اللي ما عطاش السلامه من بعد يعاودوا ان شاء الله ويكتب على خاطره ويكتب مزيان. اذا نمشيو مباشره ان شاء الله للتعليقات باش ما نطولوش عليكم. إذا عندنا التعليقات ندعو مع هاد الناس هادو اللي تصدقوا.